السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ثم أما بعد. إيه الأخبار؟ عاملين إيه؟ يا رب تكونوا جميعا بخير. كده ما شاء الله شايفين الرومي بتاعنا بدأ يكبر كده شوية. فاكرين بقى لما قعدت أقول لكم في الأول هنهتم بيه في الأول ونراعي الطير في الأول ونأكله كويس جدا وندفيه كويس جدا لحد ما يبدأ يكبر معانا. أول ما يبدأ يكبر معانا ويبدأ فعلا الطير بقى يبدأ يشد حيله كده ويكسر الشهر عندكم ويخش في الشهر التاني، لو انتوا بقى جايبينه فعلا. انا كنت جايبه عمره تقريبا عمر شهر او عمر مثلا تقريبا 25 يوم، فهو لما يكبر له عندكم شهر شهر ونص كمان خلاص بقى نبدا بقى نشتغل معاه، خلاص يبدا بقى الرومي ينشف معاكم زي ما قلنا في الاول بتعاملوا عامله الطفل الصغير، بعد كده بيبدا ينشف معاكم ويبدا يتحمل بقى معاكم، ده ساقعه موجوده حر موجود اي حاجه يبدا يتعامل فيها يبدا يتحمل معاكم. ثانيا برضو تبقى عينك برضو على الطير بتاعك، زي ما انت ملاحظ لقيت الطير برضو منفخ، لقيت فيه حاجه، الطير شكله وحش، شكله حاجه يعني، حتى زي ما انا هوريكم دلوقتي كان في واحده فيهم هنا فيها وشها بدا يورم شويه، مسكتها هقطعها على طول، شلتها وهوريكم ازاي بفضيها بالسرنجه. فانت تخلي عينك على الطير بتاعك وتخلي بالك على الاخراج بتاعه، لون الاخراج بتاعه عامل ازاي، في اسهال، لونه متغير، في ريحه وحشه في الفرشه، يعني خش جوه الطير عندك وشم الريحه، في ريحه يبقى تشوف في المشكله جايه منين. فده بس كده خلاص نبدا نحط لهم بقى الاكل بتاعهم. نبدا اوريكم برده الخلطه اللي هبدا اشتغل فيها معاكم، نعمل الخلطه ونرجع لكم تاني على طول. تمام يا جماعه، كده نبتدي بقى نشتغل نعمل الخلطه بتاعتنا. هتبقى عباره عن ايه ديت؟ نحط الاول دشه خشنه، طبعا خلاص الدش ده خشن، لان خلاص بقى هم خلاص كده بيعرفوا في الحاجات الخشنه كويس قوي، فالشيشه خشنه تمام. دول حوالي البيض دول حوالي كانوا 3 كيلو. تمام، هنبدا بقى نحط عليهم قد ايه تاني؟ هنحط عليهم كيلو غله. انا فعلا زي ما قلت لكم غله ما شاء الله بتخلي الطير حلو وصحته كويسه، في نفس الوقت بتخليه يملأ لحم ولحمه يبقى تقيل فعلا، حتى بعد كده يعني ان شاء الله كمان ادونا مثلا 3 شهور 4 شهور كمان هيبتدي يبدا الطير بتاعك يبدا يبيض، فما شاء الله هيبقى صحته ما شاء الله كويسه وهتلاقيه حتى بيطلع بيض ما شاء الله كويس. وهنحط عليهم بقى كمان ايه عشان خاطر يزود البروتين بتاعهم؟ هنحط فول مدشوش، مش مدشوش اللي هو حته فول، هو لو في فول صويا بتاع التيوت ما فيش، انا الصراحه مكنتش لاقيه فجبت ده كده تقريبا كيلو الا ربع، يعني هو كان ازيد النص بشويه صغيرين، فنقول مثلا كيلو الا ربع فول، حته فول اللي هو الصغير ده، وهبدا بقى ازود عليه ايه العيش بقى المدشوش بتاعي، العيش اللي انا بعمله في البيت اللي هو البواقي العيش مثلا اقطعه حتت صغيره، بعيش من الناس شافه وسبته لحد ما نشف وبعد كده كسرته خلاص، وهبدا اخلط ده كله مع بعضه. بس هحط عليهم كمان حاجه بقى مكون اساسي عشان خاطر الشتا، دول ايه؟ معلقتين كركم، يعني الخلطه اللي انتم شايفينها ديت كده هحط عليهم معلقتين كركم عشان خاطر فعلا ايه يقوي مناعه الطير وفي نفس الوقت يخليه صحته كويسه، ما يجيلوش برد كتير، يفوقه فعلا في اوقات الشتا بيقوي مناعه الطير كويس جدا، وفي نفس الوقت عشان خاطر برضه لو الطير لسه ما كملش شويه ريش بتاع الكركم بيساعد فعلا الريش بتاعهم يطلع بسرعه، فهو ليه فوائد كتيره جدا. فانا الصراحه احب استخدمه كمان للطير، بيخلي صحتهم كويسه وبيخلي الطير حتى كده يبقى شكله حلو وتبقى الدنيا متظبطه معاه. فنبدا بس نحط لهم الاكل بتاعهم ونرجع كده نتكلم مع بعض تاني. تمام، بعد ما عملنا الخلطه بقى بتاعتهم تعالوا نحط لهم بقى الاكل بتاعهم ونشوفوا هيعملوا ايه. تمام، دي رجعت ورا اهو وشوفوا بقى الطير هو بياكل. على فكره اول يوم اجربوا الخلطه دي اللي انا عملتها اول يوم، يعني انا هو على طول كان بياكل لحد امبارح كده، نبدا نحط له البادي بتاعه والخلطات بتاعته ويبدا ياكلها ويشتغل بيها. النهارده اول يوم ابدا اشتغل معاه الخلطه الجديده دي اللي زي ما وريها لكم كده فعلا، فول مدشوش او الحته الفول اللي هو الصغير، حطوا عليه تشيشه وحطوا عليه غله وظبطوه بال يعني تشيشه وغله، وحطوا اهم حاجه الغله الصراحه للطير، خصوصا الطير بيطير ده زي ما قلت لكم فعلا، الفراخ الحاجات دي، حتى البط لما كنت بستخدمه الصراحه غله البط المسكوفي كان ما شاء الله بينزل البيض ما شاء الله لا قوه الا بالله، بيضه كبيره كده وحجم البيضه ما شاء الله تقيله، حتى الطير كان ما شاء الله بقى تقيل، يعني زي الروم الابيض لما كنت بربيه جه الفتره العمر ده وبقى تاكله فعلا الغله بقت احطها في الاكل، لا ما شاء الله الطير كان تقيل، كان ما شاء الله تقيل، حتى لو شايفينه حجمه مش كبير بس حجم الطير ما شاء الله مليان. فهو ابدا بص يحتنقروا، هم لسه اول يوم احط لهم فعلا الخلطه دي، يعني لحد امبارح كانوا بياكلوا علف صافي، لحد النهارده بدات احط لهم بقى فعلا، بس في نفس الوقت الخلطه برده فيها بروتين، مش ناقصه بروتين عشان خاطر الطير بتاعكم ما يجيلهوش انه ينهش بعضه او يحصل له حاجه، فلازم الطير برضو الخلطه بتاعته تكون متوازنه. يعني متوازنه يعني ايه؟ فيها نسبه بروتين، فنسبه البروتين حطينا منين؟ من الفول الصويا، وتبداوا تحطوا عليها شويه كركم زي ما انا حطيت فعلا، بيخلي الطير شكله حلو، بيخلي الريش بتاعه يكتمل، بيخلي صحته كويسه جدا، يستحمل معاك الشتاء. الحاجه الثانيه وانا نسيت احطها قدامكم، حطوا ملح، يعني الوجبه اللي انا كنت حطيتها دي حطوا عليها مثلا زي معلقتين ثلاثه ملح كبار، هتلاقوا الطير بتاعكم ما شاء الله بتعمل بقى ايه؟ زي املاح معدنيه للطير،
ثانيا بتبقى بتخلي الطير يعطش، فيبدا يروح يشرب من الميه، يرجع ياكل تاني، فيبدا طول النهار ما شاء الله ايه ياكل كويس، صحته تبقى كويسه معاكم، ويبدا حتى يتقل معاكم الطير شويه بشويه. فانتوا بس اشتغلوا بالخطه دي كده وما شاء الله هتجيب معاه فرق كويس جدا. ويعني بصوا انا عايزكم زي ما قلت لكم فعلا زي زمان، الناس كانت بتربي، كان في حاجه اسمها بادي زمان او علف جاهز، مفيش علف جاهز، انتوا اشتغلوا اعملوا علف على ايديكم. يعني افتكر كده ربنا يدي الصحه جدتي كانت تقول ايه، هي طول هو صغير طير ما كانتش تاكله غير دشاب سمك او دشاب جمبري، يا اما كانت فيه، وكانت فيه زمان دشاب سفره اللي هو كان الكيلو بجنيه ونص و2 جنيه وما غالت زمان، فكانت تفضل كده ربنا يحفظها، تفضل تكبر في الطير، تفضل تكبر في الطير بتشيشه وسمك ودشاب وجمبري لحد ما يكبر معاها مثلا الطير 45 يوم ولا حاجه، الطير ريش خلاص تبدا بقى تغير، يعني تغير ايه؟ تبدا بقى خلاص الطير خشن مش محتاج نسبه بروتين عالي، يبقى تعمل ايه؟ تديله بواقي البيت، اي حاجه فيها بواقي البيت، تقشير سمك، تقشير حاجه يبقى نسبه بروتين، وتحط بقى العلف العادي اللي هو ايه؟ كانت تعمل دشيشه معاها غله ومعاها عيش مكسر، وكانت شغاله كده وما شاء الله كانت بتطلع اوزان انت ما تعرفش تطلعها دلوقتي. فهو ما شاء الله انتوا اشتغلوا كده نفس الوضع، اعملوا بالنصيحه دي فعلا واشتغلوا. هو خلاص طير بصوا حتى لو مش مقبل هيخش هياكل دلوقتي، هيجوع هيخش يبدا ياكل منها تاني، وهياكل غصب عنه، يعني هو فعلا جوع هيبدا ياكل. انا عملت معاهم كده، عايز اقول لكم في يوم من الايام حطيت لهم بطاطس بسمك زي اللي عند الطيز عند البط، الغل بعرف بتاعهم خلاص وما كانش عندي علف، فقلت اجيب ايه، قلت اعملهم فعلا اكلهم زي البط، رحت حاطط لهم بطاطس بسمك مرضوش ياكلوها وصفت عندهم لحد ثاني يوم فرميتها، فهم جعانين، رحت حاطط لهم بطاطس بسمك تاني، دخلوا واكلوها كلهم وخلصوها على الاخر. ففعلا هو نفس الوضع هيحصل دلوقتي، هينقروا لحد ما ياكلوا ويتظبطوا، مش عايزين ياكلوا هيسيبوا الاكل، هيرجعوا له تاني لحد ما يخلصوه بعد كده. فان شاء الله كده ربنا ييسر، ان شاء الله نتابع برضه مع بعض الفتره اللي جايه ونورهم لكم ان شاء الله هم بيكبروا، وربنا سبحانه وتعالى ييسر حالي ان شاء الله، ونتابع مع بعض الفتره الجايه. وبرضه لو حد ليه حد نصيحه يقدر يقولها لي، في بود سلطان الصراحه على طول بيحط لي نصايح كويس جدا، فاللي عنده نصيحه ليا في تربيه الروم يقول لي، شايف ان انا عامل حاجه غلط يفهمها لي برضه، يقول لي الوضع ماشي ازاي، وان شاء الله نتابع مع بعض الفتره الجايه. وده كان الفيديو بتاعنا النهارده، ويا رب الفيديو بتاعنا يكون عاجبكم، واذا عجبكم الفيديو يا ريت ما تنسوش من الاشتراك في القناه والاعجاب بالفيديو لو عجبكم، وتشغلوا زر التنبيهات حتى يصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.